اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على بطوله العالم للخماسي الحديث واستضافتها واستضافه مصر ليها، وحبينا نوضح ان الميعاد هيكون من 24 ل 31 يوليو اللي احنا فيه. دي بطوله عالم هنطلع منها هنروح لبطوله عالم اخرى او كاس عالم، بطوله عالم اخرى وهو السلاح. هتنطلق بكره باذن الرحمن بطوله العالم للسلاح بكره، وافتتاحها بكره. وخلينا اقول لكم الافتتاح، يعني هي بتنطلق، الافتتاح بيعتبر يوم من ايام او فاعليه من فعاليات البطوله. وخليني اقول لكم انه السلاح احنا خدنا الجودو، رحنا وراه الخماسي الحديث، وطلعنا بعد كده على السلاح. يعني يمكن فريق الاعداد الابطال او كلنا كفرقه واحده عارفين اهميه الالعاب دي. الحقيقه انا بشكرهم من هنا لانهم عارفين اهميه الالعاب دي كلعبه ممكن تحقق لنا ميدالية أولمبية، فلازم أخبارهم تكون معانا كل يوم ونحط الضوء عليهم وندعمهم بشكل كبير، لأن هدفنا هو في الأول والآخر مصر. السلاح ماشي، أو اتحاد السلاح أو لعبة السلاح ماشية بشكل جيد جدا بقالها سنتين ثلاثة، وحققت إنجازات كبيرة، هي الأكبر في التاريخ في طوكيو 2020 يمكن الخامس، ده كان إنجاز كبير جدا جدا. النهاردة عندنا في بطولة اللي فاتت البحر الأبيض المتوسط نجحنا في حصد ميداليات. النهاردة عندنا بطولة العالم بكرة، وهيفتحها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، وأيضا اليوناني إيمانويل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، والإماراتي سالم القاسمي رئيس الاتحاد العربي للسلاح، ومعهم كابتن عبد المنعم الحسين رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي. كوكبة كبيرة جدا من قيادة الدولة المصرية في مقدمة مفتتحين البطولة أو اللي هيحضروا طبعا حفل الافتتاح، وده لو يدل بيدل على دعم الدولة المصرية ل النشاطات الكبرى. بطولة عالم في شهر واحد، بطولتين عالم على أرض مصر، واحدة في اسكندرية الخماسي الحديث والسلاح بكرة إن شاء الله. طيب برضو ده بيدل على إيه؟ نفس الكلام اللي أنا بقوله، إن العالم أصبح عنده ثقة كبيرة جدا في مصر. وخليني أقول لكم إن دي استراتيجية ماشية بيها وزارة الشباب والرياضة، محدش عارف، ممكن مصر تقدم ملف استضافة كأس العالم، ليه لأ؟ مصر تقدر، عندنا الملاعب، عندنا الأوتيلات، عندنا طرق، شبكة طرق من اكبر شبكه الطرق او طفره كبيره جدا في الطرق اللي حصلت في الفتره الاخيره في اي دوله في العالم، يعني نقدر نستضيف بطولات كبيره. طيب البطوله دي هتتلعب فين؟ هتتلعب على مجمع صالات استاد القاهره الدولي في الفتره من 15 لحد 23 يوليو اللي احنا فيه. منتخبنا الوطني هدفه تحقيق ميداليه عالميه او اكثر في طريق اعداده للاعبيه باذن الله الاولمبيات اللي جايه في باريس 2024. وعلشان نعرف اكثر عن تفاصيل الحفله والبطوله لازم نكون معانا طبعا، اكيد حد بنحاول طبعا هيكون معانا مداخله، كابتن احمد نبيل عضو مجلس اداره الاتحاد المصري واحد انشط الاعضاء. اهلا بك يا كابتن احمد. ازيك يا فندم؟ طبعا ببارك لكم وبهنيكم على الاستضافه، وقبل الاستضافه بهنيكم وبارك لكم طبعا على راسه الاتحاد، على راسه طبعا الكابتن عبد المنعم الحسيني في النتائج الجيده المتتاليه. بهنيكم يا كابتن. ربنا يخلي حضرتك، متشكرين جدا. كلمنا كابتن عن بكره الافتتاح، كلمنا عن الاستعدادات، كلمنا عن الحضور للافتتاح، كلمنا عن كل شيء عن افتتاح بكره باذن الله. طبعا يعني البطوله ده يعتبر اكبر حدث رياضي موجود في السلاح، هيبقى عندنا حوالي 120 دوله ان شاء الله، بيمثلهم حوالي 2000 لاعب، غير طبعا الاجهزه الفنيه والاجهزه المعاونه لكل فرقه. الاتحاد الدولي كله موجود هنا في مصر دلوقتي حاليا، يعني في اهتمام قوي جدا من الاتحاد الدولي طبعا البطوله دي تنجح وتحقق، يعني تبان بالشكل المطلوب، لان طبعا كمان يعني في برضه يعني زي ما حضرتك قلت كده توجه الدوله ويعني مساعده الدوله والمجهود اللي اتبذل الفتره اللي فاتت عشان خاطر البطوله دي لازم تظهر بالشكل اللي يليق بمصر وباسم مصر. فان شاء الله يعني بكره هيكون في يعني افتتاح، يعني ان شاء الله يعني يبقى حاجه ما اتكررتش قبل كده، وحاجه تبقى يعني جديده من نوعها، وان شاء الله تبقى حاجه يعني تعجب الناس كلها، وان شاء الله البطوله نفسها تبقى بطوله يعني جيده، وان شاء الله نحقق فيها نتائج ونحقق فيها ميداليات ان شاء الله، وتبقى يعني حاجه كويسه، حاجه ريكورد لينا ان شاء الله في. طب قول لي يا كابتن احمد برضو، يعني احنا عرفنا ان على هامش البطوله كان في اجتماع لمجلس اداره الاتحاد الدولي على ارض مصر، الكلام ده كان صحيح؟ النهارده كان في اجتماع لاول مره ان يعني يحصل اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على ارض مصر النهارده في الاستاد، وطبعا الاتحاد الدولي كله موجود هنا، ويعني طبعا دي حاجه يعني برضو يعني دايما الاجتماعات دي بتكون موجوده في مقر الاتحاد الدولي في لوزان في سويسرا، فطبعا دي يعني حدث برضو يعني اول مره يحصل عندنا. طب كابتن احمد يهمني جدا جدا
يعني توصف لي انطباعات الوفود. يعني حضرتك راجل يعني عضو اتحاد وراجل نشيط ومن الكتيبه اللي شغاله في صمت، بس اكيد بيجي لك فيدباك من كل الوفود وانطباعهم عن المنشات المصريه، عن الامن والامان، عن الطفره اللي حاصله الفنيه في لعبه السلاح. هو بس الموضوع مش اداري فقط ولكن برضه طفره فنيه. كلمني عن انطباع الوفود وابرز تصريحاتهم يا كابتن. والله يعني الناس كلها مبسوطه يعني جدا من التنظيم، وال يعني الفيدباك اللي جاي من الناس كلها، الناس كلها سعيده جدا من التنظيم ومن الصالات بتاعه البطوله وصالات التدريب. والصاله طبعا يعني ان شاء الله بكره الناس تشوف الصاله الرئيسيه واستعداد للافتتاح، هيكون حاجه يعني مبهره جدا. ف ده غير طبعا ان احنا يعني الناس كلها بتحب تيجي مصر عشان خاطر طبعا يعني السياحه عندنا، يعني عندنا طبعا حاجات مش موجوده في اي حته في العالم، فالناس كلها يعني كانت متحمسه جدا لمصر وانها تيجي مصر عشان خاطر يعني هتشوف حاجات ما شافتهاش قبل كده. طب هل يعني على هامش البطوله مرتبين زيارات للاماكن الاثريه؟ خلي بال حضرتك الموضوع ده في منتهى الاهميه ويهمنا حتى كاعلام، وهو ان يعني مصر تبان بالصوره الحقيقيه. يعني هل في مسعى على هامش البطوله تنظيم جولات سياحيه لكبار طبعا الاتحاد الدولي، مسؤول الاتحاد الدولي، كبار الوفود، اللاعبين، هل ده مخطط ولا ده متروك لوزاره الشباب والرياضه؟ طبعا وزاره الشباب والرياضه مع شركه برزنتيشن في طبعا يعني في بلانز لاي حد انترستد ان هو يطلع في اي مكان او يزور اي مكان او يروح اي مكان، الكلام ده هيتوفر له. ده غير ان احنا كاتحاد يعني باذلين مجهود كبير جدا في القصه دي، ان احنا طبعا كل الناس اتحاد دولي وكده، الناس دي ضيوف عندنا هنا في مصر، فلازم الناس دي يعني لازم نبان في احسن صورنا، ولازم ان احنا يعني نودي الناس دي يشوفوا مصر ويشوفوا الحاجات الحلوه اللي عندنا، ويعرفوا ان يعني اسناد بطوله العالم لمصر يعني اسناد عن جداره. صحيح. وان مصر تستحق الكلام ده. طب قول لي يا كابتن برضو، انا شفت دعم كبير اكيد من الوزاره وشركه برزنتيشن، حضرتك ذكرت الدعم وشفنا قد ايه، يعني يمكن ده اول مره نشوفه، يعني يمكن شركه برزنتيشن من الشركات الكبيره المهتمه بكره القدم وغيره وخلافه، فشايفين النهارده برزنتيشن داخله بقوه بتدعم اتحاد السلاح، بتدعم اللعبه، بتدعم كاس العالم، نفس الكلام الوزاره بتقف على مسافه واحده من كل الالعاب. شايف ده الاتجاه ده رايح بينا على فين يا كابتن؟ طبعا حاجة يعني أنا شايف إن ده حاجة كويسة جدا، لأن طبعا يعني زي ما حضرتك قلت هي شركة كبيرة ومتخصصة، ويعني الكلام ده طبعا بيبقى ليه أثر كبير جدا علينا هنا هوت، ويعني الكلام ده بيبان في التنظيم وبيبان في الإخراج بتاع البطولة. صحيح. بتخرج البطولة بشكل طبعا يليق باسم مصر. حتى احنا شفنا المهندس سيف الوزيري نفسه يعني الحقيقه بيدعم البطوله، ويعني ومنزل طبعا اللوجو بتاع البطوله والاستعدادات، فده في حد ذاته اكيد بيفرق مع اللعيبه والجهاز الفني ان مصر كلها حاسه، الميديا والاعلام والوزاره، فده حاجه بتبقى جيده جدا. اكيد انتم مش محتاجين توصلوا ده للعيبه، اللعيبه حاسه بيه لوحدها. طبعا وبنشكر شركه برزنتيشن على المجهود الرائع اللي اتبذل وبيتبذل في اخراج بطوله العالم بالشكل اللي ان شاء الله الناس يعني هتبقى مبهوره بيه بكره ان شاء الله. فالحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه، انا بشكرك جدا استاذ احمد او كابتن احمد طبعا، لانه انتوا الحقيقه مشرفينا، مشرفينا نتائج، مشرفينا اداريات من الاتحاد اللي بيعملوا في صمت مالكوش حس بصراحه. انا الحقيقه مش عارف اشكركم ازاي، ومش بس بشكركم، انا بتمنى لكم كل التوفيق الحقيقه، لان انتوا يعني نموذج مشرف للاتحاد مصري يعمل في صمت من اجل اسم مصر. بشكرك كابتن احمد كتير. شكرا جدا على المداخله الجميله، شكرا. ده كان لقاءنا أعزائي المشاهدين مع كابتن أحمد نبيل عضو اتحاد السلاح. الكلام باين، التفكير باين، المنتاليتي باينة. مصر عندها كوادر جميلة، يعني بقى أنا مش عايز أقول لكم الحلقة بتاعتنا بتاع كابتن عبد المنعم حسين رئيس اتحاد السلاح كانت عاملة إزاي، وإن شاء الله يكون ضيفنا قريب، وهو ضيف دائم في البرنامج، ومناسبة هو رجل أهلاوي، يعني طبعا بصرف النظر عن أي شيء، لا يعني هو رجل بيعشق النادي الأهلي، ودي حاجة يعني تشرفنا جدا. اتحاد بيبان الطريقة، الكلام، الأسلوب، الفكر، التخطيط، يعني أتمنى إن شاء الله نشوف الاتحادات كلها بهذا الشكل، ونلاقي يعني دايما مصر في حتة تانية، في الحتة اللي تستحقها الدولة المصرية.